Aia, volevo scare. Quello che parlavo io, guarda, ci vuole. Allora, وحنا انا نفرك حقا ابو اكبر جنيبه حقا حلاك وصوم على الوحنوه انا يوحى اخر سوحى وسهلا الى يدقي ستو ما كان الى الى ورياشة كل بر ورياشة كوالتي ابيان كل وجه ورياشة فقيا ورياشة فقيا وراحة يرمى الحالة الحالة انجيسك قدامه الحرب وارت وغير البيت أنا واحد قلت لي لامان حروت يا كان بين يا كان واقف ده كان يجا يوم سينا ودا إلى جريكا ده كان ميل نقدرش سؤالش آخر صمد إن لو ما أرت أنا نقدر سنو يوتيوب لو كده قام في شو عرفت بس هو ودا سوا ده تلتش كان سوا حاجة في صمد إن مركز الحضانية أو بيت سد حاضر هذا خلاص واحد كان تحطه عمر يوم أنا كم أشوف أربعة ربع هادو مثل هذا حادي بأفراد نقولي لا وقالك أنا هينا لك عمر من الله بعد مثل هذا غيره هذه اللي هو صاحس وأنت كذا كذا زي ولا قرية ولك وأنت زي كذي أنا تاس تاس كل كذي شو هذا يا مين أنا تاس أنا شو هذا كذي شو هذا أنا وقت جي أنا كذا كذي لي ماشى وقت جي حقت يدك السبلة وحيد إنتي أنت جوا الصومالية لحيت تواتك وحي كدر بيين قد يوم حش يغو وحوين والي يلي إيه والمقلب مركا وحي بينا يسا كنتي أن كل سعودي كيام شيري أنا وحي كصوب بحي الحمر بشي سيديلات تدباتني اللي حدي وح تاريخ وإنتا كدر بيسينا كمرشا يكين ترى أنت لو أن أقع صلاة واحد هاي حتى بب ما خرجت لقيت سي أنت لو لا يصير أي عفمات يدو بقى عنه مسلسلة هنا نود تجعل الله حتى أنت تكنولوجي واهر مري فيسبوك أخونا أولاريا هنا صار يقع يدو بقى عن سبوك عن محقته أو مسلسل الله بعد جعل الله تبغى راد دم بيتك كدم بيه يجيلك دم بيعفع بوته واهر مجرين الفيديو يروح لقيت دوا لأن هذا روح علينا على التكنولوجيا عصب مرجع دي لقوا جويو وحويان حا مر بين السوسي دايو عند ح ح اللي ترجم عنه إنجليزي عربي أنت بقى وحليا واقف سومالي واقف سومالي بحالي كان عم إنجليزي بحالله عم الغض من بحالله إنه كفاءة دي صدقنا إن شاء الله إن كان صدق هذا كعصنا عتاري بوجا بروشك نوبديون قبل بعض 1 2 3 كان نوري مر بس هذا نجري هفائدة ناطح سيدا عبونا مركلها وحويين مقادي كرنه وأنا غلاس محاوي واحد منكم يري هنا وحيا لها وحنا هيك إن إذا تذا كتاب كافكا سير تفكير ليه وركا واحد نور واحد يرى أنا آخر كرنو نقص ما أقول مني أنا نقص ما أقول لي أنا ملا وأنا آخر كرنا مركا واحد نقص أنا أيه أو تاريخ والدنيا أذ بعوج عنا وحنا كا حصل أيه في خلاف نوك هنا أيه حواي هنات نير سير هذا واصح ورم ورجلة بس وحن وقت إيه وقت إيه الجو حالة لما رأيه وحلايا وحواي المرن يدباتو بدن إنه هو أوصل سوت واحد من ذينا يعنى من ماذا وحوا شيء هو من إنسان عن كفاءة ذي سكرنا جيل كان الدم به الدنيا لنا الدم له دبع كارك المسألة أو الوقع صلا أو أرك الوقع صلا مرك الحيل كقبطة أنا نخش إنه قدرة مرك مرة بنا إنا نقول ندرك أرك الوقع صلا كره فحرمنا إنا كفاءة ذي سنو إن يعنى قادنا ومن ماذا إيو يدتك إنه من ذي شغلة بارك الله فيك وحنا الله يما نقعد إن أنا نقطة ترجمان هو ذاك من خلاص صدر الرأي دكتور أفضل إن أنا مرك أنا هو رأى وحنا هو سيف ليه أفضل
waxaa la yidhi haddii warshadda taraka dhagaxeedii laga helay barbara maxaad uga dhisaysiin xamar wuxuu waxkale ku darso wuxuu warshadaha waa laga fogeeyaa caasimadeeda maxaad ugu soo afxeerteen muqdisho oo keliya intu xaqaaqin ma doonayno inaan wax horumara ka samayno gobollada waqooyi waa hadal cadaano uu ka xanaaqay su-aashii waxaa joogay markaa ismaaciil cali bakar axmed xasan muuse muuse rabiile inan laxbas waa rag fara badanoo s r c-da ka mid ahaa oo weliba reer waqooyiya qofna maada sidiiba laynoogu diiday horta waxaa dadkani ma doonayaan waddankoodiiba kala sooceen marka ma doonayaan in qaybtaasi dhaqaalaha ee bangiga adduunyadu siin lahaa in la siiyo ma doonayaan sidii baa lagu joojiyey marka la weydiiyo oo goobjoog ahaa xiliyadii dowladdii iyo wixii joog goobjoog ahaa oo la weydiiyey war waxay dhacay sheeg mmm qofba uu ka cararo marka wuxuu ugu hambalyeynayaa inaa wixii xaqiiqaad ogeyd adiyo inaad ka hadasho aana qorto kuliisa taasu hambali waay tan kale markaan hadalkaaga fiirsanay buuggana waa gergeray waxaa jira rajiimkii jiray waxaan xamar ahayn ma jeclayn inuu dhaafiyo progresska hadalkaagana waa ku jirtay marka waxaad u maraysaa warshadda kismaayo inay ka fakatay sababta keentay inay warshadaasi shaqayso oo ilaa kacaankii ugu dambeyntii xili dambe waa soo gaartaa sidee uga badbaaday kabacdina sidee bay u burburtay ilaa iyada laftigeeda hadda maanta ma jirto laftigeedii marka waxaad u maraysaa kismaayo inay noqotay outside rejiimka ama oo kale ilaahay amaasanta waxaad ugu jawaabay buugga ilaa afriya kama iibsan tan waxaweye mushkiladu kudaqaan hadalka waxaan rabaa inay isu yimaado xuseen kulmiye hadalkiisii iyo kismaayo siday linkigaasaan rabaa haddaba linku mid haboon maaha sababta waxa weye gobollada waqooyi waa meel gooniya adoo iga weydiiyey warshadda kalluunka ee laas qoray ayaa ka wanaagsanay intaad kismaayo iga weydiinayso kismaayo lamid a kismaayo waxay isku taagi weyday ruush baa qaadan jiray wixii soo saarto dhan waxaana ku bedelan jireen spare part baabuur 10 sano ka hor laga joojiyey ruusha oo la kari waayey in xisaabihii laysku keeno marka waxaa ka wanaagsanayd laas qoray maxay u joogsatay ku jirtaa waxalaali waxa warshada oo dhan tacadigii loo geystay halkanay ku jirtaa laakiin meesha keliya ee ahayd ma doonayno gobollada waqooyi in wax horumara laga sameeyo waxay arrin ka cadhaysiisay isaga oo cadho ahaan uu u yidhi oo ficil ahaanna u dhacday ayahay ma ka jawaabay iyo kuwa soo abray iyo walaalka goobta qiimaha naga cusmay iyo gaar ahaan shirkada daabacdaysan gaara ocation intaa kadib buugga magaciisa waa cid dhowr qof i weydiiyaale roosheeq iyo been sheegeen oday ka mid ahaa dhigtayo odayaasha gobollada bariga
ومن اللي يقول لي كانوا قفل بنا حتى هلا ينسى ما دمن بعرف يعني ده قام شكل عمر ما بقى إيش شغله إنه ها سراكي شو بنجر سواني لا لحنا إياه تضبطنا كان كي كور دولة كور سنة وكشغلنا هي وحب لنا وجا ونبغى تقول من حاجة تبدأ نجيني السياسي هذا عن صار ميزانين عام يمامك عسكرت وسونا عن ستيدنا شكرا في هذا الصومالي نعم لوصل من هذه صارك أموشة صارك كنت هلك أنا كوي نيكي ما كسؤال كنا بعرض عارف لازم تشتنا هي سعي بنور سعي ودين دنا وحط كبد حكا هيا مركا سأسو قول لي لدي عمر مركا سأنا مركا وحا نوم وقتاني سعينا نوم غالك وقا ذر نوم حطا وهي رك بدل أولام دول لابا حطا يانا ويشنا صوماليا ونوم إلهينا عاتما دسيو إلا دنا مركا قوخة تمو إيو مار راتمو ونكسن وندو عيني يا مركا كل عمر السيئة كاذا دول وحيالي وكو خسنين إنو حطا صوبا لك لكن مركا عدا خلقنا وحانا نوقاني كان لي أدونا حكتا لينا مركب هي قوي هي متقوي وسبع هي بحركة أصل حضرتك إنت أسمع وكان قاف سنة بس إنت كم بدنا حاج عمر بكر في فريق والسلام على عبد الله وبركاته السلام عليكم يا سيد عبد الرحمن وشيء هاي واحد نعرف كيسا خلاصات بدن لقى هذي بس قريسان لها أما واحدة فنان أي شيء لها هي بس لها إن لوجد عايي هو قريبتي سد بروح أروح الصن بيرو حلاي سوال سمايسي سوال يرلي سوال نيو بسو بسو راشي و نوع الباي تاعي سوال انت وحان هير انت سويسن انا وحا بس القلب كان هي كونفورت سوماليا انا سوال بايو مسؤول لكن دعوين كان دقارها وحاطية لقيت ورشدود الوطن ما يقرأ فيها والمعبر بقى الله أكتش ريال معهن وفضل عن شعر عي والصعود عن عشر عي محويس وحاطية أكتش ريال دعوين معهن بقى عيقوا دكتور عبد السلام محمد إيسا السلوي رنتي وحاله معلم وجامعة لها كشغية حتى بدنا نحبنا بوصل جامعة بارجع أفكر قال واعي مارك القرآن واعي الحمد لله وصوت عن القرآن قر الآن حسنا وحوي له له بوبان قري التاريخ الصومالي وولي بعض سلايا سلمية وحلو رجع كوكر وصولة دولة مرتي فرحة وحياة إلى المنطقة بشوكة هبو قال لنا تجري وفرشك رتي مارك هوري قف مارك في سلايا هاي فرشك وشاكو أبو حلا مع الأوالي أكره لكن إذا ما ها سيد نوف السري براغة تاريخ ليسو كوي كنت رشاكو حكا على حالة هي قرن كرعا وطاريقة وكامل لغن دونت وليب قوتشوك وها ومركا إساقو مركا مقاتكا ها وحيامي لعي وحاق وصاها ومارتا وعليك بضنا إلا هلو داد مرقاتكا ها أم قوتشوك ها marka taariikhdi sawal history ee ka bin qolaysa runtii tusaale weyn baan ka helay aniga qof ahaan wariba aad ba ii saameeyay waayo marka asoo kaalayo waa marka arday ka aha Soomaaliya xaaladii mar gaangelisay aan maqlayay marka wax aan ogaan karay ama aan matqala siyaasad ahaan ma ahay laakiin maanta darsi bay taa daro runtii ka soo maanta aan qof weyn noqday marka runtii buugu waa buhiim waa taariikh marka qoraaga iyo suudaan runtii soo buuqan qabtiis ku qoray iyo buuga taariikhda la qoray runtii aad bay u maansan yihiin waxaan ku darayaa oo kaliya laba qodobba marka hore soo xulay intaha ku koobine wixii kale oo soo saho aad qori kareen kartaan horta in la qoro aad heshaan dadka inta ka soo qayb gashay waxaan ku dhiirigelinayaa goob toog ina ka ahaataan waxyaabaha dhacaya buug feer ba soo socda Soomaali been insha Allah bisha soo socota afrax
waxaan tahay afar buug iyo english loo bedelay qualify la soo qor doono buug kale keen doono qofna ku soo ciyaa taariikhda Soomaaliyeed oo maanta almost buugka keenay oo buuro dib ha loo soo dhoorayo taariikhda xaruntana oo way way la taqaan dambe oo dhaata iyo ku hada la sheegay oo soo koraya si u bartaan بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو عبد الرحمن محمد ابتدون وحن كترسنا النادي قليل ليدي على بورك الصومالي صومالي بان يا اكاديمية في صوماليا مركب سوق ابي اقل اي راهدو قلبتا او سبتي وحن هل كان في نسبر باك وغوي لندن كدعى بندق بوغاد بوغ لي راهدا فون شيك او نين خبيرة او بنجيدة صومالي اي هذا هو سوسارك اما دقارها ka shaqeyn jiray xogogaal ah ayaa bugoos uga waramay intii uu ka ogaa in Soomaaliya wixii ay bariga dawladda ay lahayd hadii aan lahayn bangiga hadii aan lahayn warshado hadii aan lahayn wax soo saar kale sida beeraha kalluunka iyo burburkii markuu ku bilowday waxaas oo ay hoobadka ay bilowdeen kuntii dadkii ka soo qayb galay su'aalo badan ay weydiiyeen falcelin badanaa laga keenay buuggu waxa weeye anigu saan qaran buugga waa soo akhriyey isana u arko buug aad iyo aad u xiiso badan oona qof walba oo soomaali ah inuu akhriyo ay fiican tahay su'aalo badana kaaga soo baxay buuggaas markaad akhriso oo aad isi leedahay maxaysaan u ahayd maxaysaas u ahayd kadibna jawaabaha adiga inaad raadsataad u baahan tahay marka waad mahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو سلطان محمد سلطان إبراهيم سعيد سلطان قريري وحلير إلهي ما أدري ما أنت واحد مصوم مرة جنب بوجل يا رشاق وأحطي أنا كزوج كذي أنا ويسو ليبي أما أنا خلصنا حاج عمر تام على بيولي إلهي فلدي تسيف عم بين الغرد حضي وحنا كزوج قيم كري قال لي بدن وقريال أه إيوه أخر السيال بدن umma tohna oo qaar noqon oo qaran qaarna waa akhristaan walaa ka qara waa akhristaan yahay si fiican bay noogu dhacday waxana aad u soo dhaweeyay mahadinaya baad media oo kii noo yahay abroore oo runtii loo saaray wax badan inaan soo gudbino bulshada Soomaaliyeed ee fahmaysa afkaar ku aadanno iyo kuwa Soomaaliyeed ee afkaar la bartay aad baan u mahadinaya assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan ku rajaynayaa bulshada buugan xogtaada uu wax gaarsiin karo qortay inay ka faa'iido doonaan haddii rajaynta dadka waxa ka faa'iideysan doonaan inaanu waddanka ku burburin qabyaalad ee ay ahayd dawladda digitalka ah oo aan u lahayn imaamul ee cilmi u lahayn sida loo baabaysay iyadoo ogeyn ee looga faa'iideystay